بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص نزلنا معكم في بحث القضايا وفي مناط صدق القضايا وبينا بعض النقاط ونستمر في البيان والتبيين. في حديث الامام رحمه الله عليه في اخر العباره هناك نكته مهمه جدا. اريد ان اضيء هذه النكته. فكل اخبار نرجع الى الوراء فكل اخبار قضيه كليه، كل قضيه تحكي. فكل إخبار يكون مطابقا لصفحة الكون وصحيفة الوجود يعني بدون مطابق القضية لا معنى لها أنت عندك مرآة صافية مصقولة تماما تنعكس في أفقها الواقعية تكتسب خاصية المرآوية وليس لها الهوية الحقيقية الآن فرضا انزع هذه الواقعيات الخارجية كلها بدون استثناء ماذا يبقى في المرآة لا شيء المرآة تفقد هويتها لا تصير مرآة لأن المرآة تحس فإذا لم تكن هناك واقعيات في مقابل المرآة أنت لا تفهم أن هذا الشيء مرآة أبداً يقول فكل إخبار يكون مطابقا لصفحة الكون وصفحة الوجود إذا قضية بدون متعلق متعلق بالاصطلاح الحوزوي يعني المحكي يعني الواقع الذي تحكيه القضية بأن يكون الإخبار عن تحقق شيء موجود فيها أو عدم شيء معدوم فيها يكون صدقا مطابقا للواقع إذا بناء على هذا الكلام الجميل القضايا التي تحكي الوجود وحيثية الوجود لها مطابقة واقعي والقضايا التي تحكي الأعدام وحيثية الأعدام إما أن نقول تحكي عن رفع الوجود وحيثية الوجود وهذا المبنى الذي أنا أرجحه ورجحه الإمام أو تقول لا في دائرة في مقابل الوجود إلا أن هذه الدائرة إدعائية خرطية مجازية هناك نجد المطابقة أنت اختار المبنى الذي تقتنع به نعم بأن يكون الإخبار يعني القضية الحاكية الإخبار يعني القضية الحاكية القضية المرآتية بأن يكون الإخبار عن تحقق شيء موجود فيها في صفحة الكون وصحيفة الوجود أو عدم شيء معدوم فيها يكون صدقا مطابقا للواقع وإلا فلا يعني يكون الزيف لماذا؟ لماذا الأمر هكذا؟ لماذا يجب أن يكون هناك واقع نقيس القضية به؟ لأن النظم المنطقي هو تعين من تعينات الواقع هذه اكتبها بماء الذهب النظم المنطقي وتعين من تعينات الوجود نعم، وهذا يبحث في الوجود الذهني في الفلسفة حتى أن مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق الحمل الأولي السيد هنا يتقعر في البيان الحمل الأولي ليس قضية حتى يأتي الإخبار الإنسان أنت لم تخبر عن شيء أنت فقط أثرت في ذهني معنى من المعني معاني معنى التصور الانسان حيوان ناطق بعد نائم موجود كاتب عالم لا ما في اخبار يقول حتى هذا يحتاج الى مناطق صدق كيف؟ يقول حتى ان مثل قولنا الانسان حيوان ناطق هذا بالتفصيل بالاجمال تقول الانسان انسان الحاكي عن ذاتيات الماهيه ذاتية الماهية يعني الجنس والفصل يعني المكونات الداخلية يعني لسنا في دائرة الحكاية الخارجية هذا هو معنى الكلام يكون مناط صدقه صدق هذا التركيب مطابقته مطابقة هذا التركيب ما هو الإنسان حيوان ناطق لنظام الوجود ذهنا أو خارجا فإن الإنسان يبين كيف تكون المطابقه في المفردات شيء غريب وعجيب المطابقه في القضايا يقول فان الانسان في تقرره الذهني يكون متقررا في ذهن في شكل مفهوم الانسان وتحققه الخارجي حيوان ناطق جيد هذا البيان يحتاج الى وقفه النظم المنطقي ما معنى عبارة عن قواعد سرمدية تتعين فيها التصورات والقضايا والاستدلالات تصورات قضايا استدلالات تصورات ملاكها التعريف القضايا ملاكها الحكم الاستدلالات ملاكها الاقيسه ولهذا ندرس في الحقل المنطقي باب التعريف باب الحكم وباب الأقيسة هذه العمليات التي تفرز التصورات وتفرز القضايا وتفرز الاستدلالات الصحيحة والمغالطية في أفق النظم المنطقي هذه تكون بفضل تلك المعايير العقلية. هذه المعايير العقلية يفرز المفكر الفكرة في افق الذهن في النظم المنطقي على ضوئها، إذا رعاها المراعاة الدقيقة فهو في متن الواقع، يعني تأتي المطابقة. متن الواقع فهماً. جيد إذا هذه المعايير العقلية وما يفرز في النشاط الفكري من تصورات وقضايا واستدلالات أساسها الواقع الخارجي إذا لأن الإنسان في الوجود حيوان ناطق وصلنا في البعد التصوري إلى هذا المعنى ما هو حيوان ناطق إذن الملاك ما هو؟ الملاك هو الواقع الخارجي ثم إذا تعين الحيوان الناطق في الوجود بهذا المعنى ثم يتعين بالتعينات يتعين بالعلم يتعين بالوجود يتعين بالعلية بالتقدم كثير من الحيثيات تأتي القضايا يعني ننزاح إلى الأخبار نخرج من البعد التصوري إلى الأخبار إذن الأخبار متفرعة على المعنى التصوري فكيف تكون للأخبار مطابق والتصور لا يكون مطابق؟ المطابق للتصور هو في الأساس هو في الأساس نعم هو في الأساس خليني نمثل لك المسألة بأمر في الإلهيات، الله تعالى بحث في الإلهيات الله قبل تعينه بالحكمة بالحياة بالعلم بالإرادة بالخالقية حيثيات متعديه متعدده للذات الالهيه الذات ما هي؟ تقول الله الله قبل التعين بالحكمه والحياه والعلم والاراده والقدره الله الله بعد تصوري ام بعد تصديقي؟ تقول لا شيخنا بعد تصوري حمل اولي لاحظت؟ اذا يجب ان تكون هناك ذات تعينت في دائرتها نعم في الوجود ثم تأتي التعينات سيد الإمام يشير إلى هذه النقطة إذن هذه الذات في دائرة الوجود فلها مطابق بهذا المعنى لها مطابق بهذا المعنى في المعارف لا نتعامل مع هذه الذات وهي في الوجود لأن في الوجود تكون مشخصة نتعامل معها بطريقة مثالية سيأتي معنى المثالي، اصبر شويه معي. شويه يعني تصغير لشيء. المغاربه والاندلس الاندلسيون مولوعون بالتصغير. اصبر معي. اذا اذا قيل لك في المنطق ان التصور لا يحتمل الصدق والكذب بإعتباره ليس خبرا ليس له أنه ليس له مطابق له مطابق له مطابق انظر العبارة كم جميلة حتى أن مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق في ذات المعنى أم في ذات الخبر تقول في ذات المعنى حمل أولي الحاكي عن ذاتيات الماهية يعني الحمل الأولي يكون مناط صدقه مطابقته لنظام الوجود دينا أو خارجا فإن الانسان في تقرره الذهني كمعنى كمفهوم تصوري وتحققه الخارجي لأن الذات يجب أن تكون وإلى من أين جاء هذا التصور حيوان ناطق إذن في التقرر المهاوي حيوان ناطق من أين جاء من الفراغ جاء من الواقع الخارجي لكن انا لا اتعامل بوصفه واقعيه خارجيه اتعامل معه بوصفه حقيقه مثاليه بعد مثالي حتى اخرج من ضيق التشخص الى فسحه المعنى العام ونؤسس للقضايا الكليه فان الانسان في تقرره الذهني كتصور وتحققه الخارجي كوجود حيوان ناطق نعم فالتصور لا يتعين كانسان وحيوان ناطق الا اذا كان في الواقع وفي الوجود هكذا وما ليس بموجود مطلقا ليس بشيء حتى يثبت له لازم او جزء مكون نعم ولا يمكن ان يخبر عنه مطلقا لان عدم لا نعم وما اخبر عنه اذا بنينا على الاخبار يعني عندنا قضيه تحكي يكون له نحو تحقق ولو ذهنان. نعم. هذه ولو ذهنا فيها كلام كبير. كلام عميق. السيد الإمام يرى هكذا، والمنطقيون والعلماء إذا قلت أنا الأربعة زوج. لا يمكن أن نحمل الزوجية على الأربعة إلا إذا كانت مقيدة بالوجود الذهني يعني أنا أتصور الأربعة ثم أتصور الزوجية وأثبت للأربعة الزوجية بالبداهة يعني بديهية المسألة لا يهم الآن البعد البديهي وغير البديهي إذا لم تتقرر بوجود ذهني فلا يحمل عليه الزوجية لا أبدا سيد الإمام لا أبدا ليس الأمر هكذا تقول أنت لا شيء تخالف الإمام، والله يا أخ المعارف ليس فيها التقليد. نحن لسنا في الفتوى هنا، الفتوى الفقهية تقلد لأنك ليس لست متخصصا. يجب أن تبني شخصيتك العلمية إلا أنها على أسس. على أسس معرفية. سيد الإمام ملتفت إلى نكتة مهمة جدا. وغيره كذلك ملتفت. إذا قالوا الأربعة زوج يجب أن تتقيد بالوجود الذهني لأنه يعني لا الزوجية لا تثبت لي فراغ لتثبت لي حقيقة متكونة على أقل تكوين الذهني ولهذا قال الوجود الذهني إلا أنه الوجود ليس قيدا في الحمل ليس قيدا في الحمل بمعنى أن الزوجية لا تثبت للأربعة بوصفها موجودة في الذهن ولا بوصفها موجودة في الخارج الزوجية لها بغض الطرف عن الوجود الخارجي والوجود الذهني إلا أني أنا لا أفهمها إلا في الذهن لا تفهمها السيد هذه عندها علاقة بالإدراك وليس بالمدرك الكلام ليس في إدراكك أنت الكلام في المدرك في الأربعة أربعة زوج كانت في الذهن أو لم تكن لكن لإدراكك أنت نعم تقول يجب أن تكون موجودة في الذهن لإدراكك أنت وهذه ليست خاصية للمدرك خاصية للمدرك أنت فاعل المعرفة فاعل المعرفة لأننا لا معنى لثبوت اللوازم للماهية أو ذاتيات الماهية أن تتقيد بالوجود لأننا نحن في البعد التصوري حتى في اللوازم نعم فتحصل مما ذكرنا أنه ليس مناط الصدق في القضايا السالبة مطابقتها للواقع، القضايا السالبة تعرف أنت شريك الباري ليس بموجود يعني سلب الموجودية، ما عندنا شيء متحقق سلبنا عنه شيء، يعني تقول الإنسان ليس بعالم ما عندك الإنسان ثم شيء أثبتوا للإنسان وهو العلم لا، رفع العلم رفع العلم عن الانسان رفع العلم عن الانسان ما في تحقق خارجي. رفع ما في تحقق وتعين هذا كلام فاخر بمعنى ان يكون في الواقع شيء مطابق له بل المناط هو ما ذكرناه وقد تكون القضيه الموجبه في حكم القضيه السالبه لخصوصيه في محمولها كقولنا زيد معدوم هنا السيد يشير الى نكته مهمه ما الفرق بين زيد ليس بموجود وزيد معدوم يقول وقد تكون القضية الموجبة في حكم القضية السالبة لخصوصية في محمولها كقولنا زيد معدوم شريك الباري ممتنع لا شريك الباري ليس ممتنع سيد شريك الباري معدوم شريك الباري معدوم شريك الباري ممتنع لكارثة كارثة لنا ممتنع مادة والمادة لا تكون محمولا شريك الباري موجود بالامتناع حذفوا الموجود ووضعوا الامتناع والمحمول تسامحا نعم او باطل فان شريك الباري شريك الباري موجود باطل اما الشريك الباري معدوم حقه فانها ترجع الى السوالب هذا هو المبنى مبنى السيد وانا الذي اتبناه كذلك يعني الشريك الباري معدوم معنى شريك الباري ليس بموجود زيد معدوم يعني زيد ليس بموجود مرفوع الوجود نعم ويكون حكمها حكمها يعني حكم هذه القضايا الموجبة زيد معدوم شريك الباري معدوم حكم القضية السالبة التي تسلب الوجود عن الموضوع زيد معدوم ما معنى زيد ليس بموجود شريك الباري معدوم شريك الباري ليس بموجود ما معنى يعني زيد ليس في صفحة الكون شريك الباري ليس في صفحة الكون انتهى الأمر سهلة جدا وقضية قضية صادقة فقولنا شريك الباري ممتنع في قوة شريك الباري ليس بموجود بالضرورة وحط سيد الإمام ملتفت إلى النقطة أن الممتنع ليس محمولا وإنما هو مادة شريك الباري ممتنع، ما هو معناها؟ معناها شريك الباري ليس بموجود بالضرورة. يعني بالقاطع واليقين ليس بموجود. ثم يدخل في بحث أصولي لا يهمنا في هذا الدرس. إذا القضايا مهما كان نوعها لا يمكن ان تتعين في النظم المنطقي بدون مطابق، ثم نوعيه هذا المطابق لها متعدده متعدده نعم في دائره تخص واجب الوجود، في دائره تخص الممكنات الخارجيه، في دائره تخص النفسانيات وهكذا نعم فكل قضيه لها مستند واقعي تكون صادقه نعم ليس لها مستند واقعي تكون زيف تكون كاذبة ولا تفرق بين ولا ولا تخلط بين الكاذبة والمعدومة المعدومة قضايا صادقة شريك الباري معدوم الذي هو في قوة شريك الباري ليس بموجود صادقة شريك الباري حقيقة معدوم صادقة تقول مطابق مطابقها ما هو نقول لك على مبنى من يقول في دائرة مجازية هناك المطابقة دائرة ادعائية أو على مبنى الإمام وأنا الذي يتبنى معناه الشريك الباري مرفوع الوجود يعني أنت تبحث في صحيفة الوجود ونظام الوجود لا تجد له أثرا انتهى هذا هو شريك الباري معنا أنت الان شاب غير متزوج ممكن تتزوج بعد خمس سنوات، بعد عشر, عشر, عشر سنوات، حفيدك الآن بالقطع معدو، ما معنى حفيدك معدو؟ عندك أمك تحب تزوج حفيدك، تقول لك أريد أن أزوج حفيدك، تقولها غير موجود، حفيدي غير موجود، أنا غير متزوج أصلا، ما عندي أولاد ولا حفيد، الحفيد معدوم، يعني. ليس له مرتبة في الوجود ابحث عن نظام الوجود لا تجد له مستقر لا تجد له مرتبة مسلوب الوجود حفيدك ليس بموجود يساوق حفيدك معدوم قضية سهلة جدا هذه قضية صادقة قضية صادقة حفيدك ليس في في نظام الوجود قضية صادقة وليست كاذبة اما تقول الشريك الباري موجود تعطيه الموجوديه ونظام التوحيد ينفي هذا مطلقا هذا زيف هذه كاذبه لماذا؟ لانها تؤدي الى اجتماعا الناقض بل هي عين اجتماعا الناقض فالطالب العزيز مره يخلط بين الكواذب والاعدام يعني القضايا التي تحكي الاعدام والقضايا الزائفه قضايا الزائفه ليست قضايا مطلقا ولا تحكي مطلقا، زائفه كذب. اما القضايا التي تحكي الاعدام قضايا صادقه. قضايا صادقه. ارتفاع وجود النار عن ساحه وجود الخشب حتما يؤدي الى ارتفاع الاحتراق. تشك في هذا؟ لا تشك مع ان هذه في ذات العدم. ارتفاع وجود النار يعني عدم النار، عدم الاحتراق يعني عدم الاحتراق. مع انها صادقه. مئة بمئة صادقة فكثير من الطلاب يخلطون يتصورون أن القضايا التي تحكي العدم هي القضايا الزائفة هي القضايا الباطلة لا لا أبدا القضايا الباطلة هي التي تنطوي على اجتماع الناقضين إذا انطوت على اجتماع الناقضين يعني المعايير العقلية لا يمكن أن تفرزها في النظام المنطقي لا يمكن هذا هو قضية زائفة لا تستقر في النظم المنطقي. إن المعايير العقليه معايير عقليه سرمديه مستله من نظام الوجود. مستله من نظام الوجود. بينت لك نكته ان الحمل الاولي اذا لم تكن ذات في الواقع الخارجي قبل التعينات لا يمكن ان تصل الى التصور. يمكن؟ لا يمكن. لا يمكن. هذه الأمور مهمة جدا مهمة جدا الآن نأتي إلى التطبيقات إلى التطبيقات عندنا القضية الشخصية هذا زيد نائم هل هذه قضية أو تطبيق مصداقي خلينا من الخلاف لنفرض إن أنها قضية صدقها ما هو يعني المطابق ما هو هذا الزيد الخارجي الذي هو نائم إذا كان مستيقظا وتقول زيد نائم أنت في الزيف قضية زائفة قضية كاذبة ليست قضية تحكي العدم لا قضية كذبة نائم وليس بنائم اجتماع النقيضين أما إذا قلت هذا زيد نائم وهو نائم في الواقع الخارجي بالمشاهدة فقضية تكون ماذا صادقة نعم انت جالس في الصالون وترى شاشه حصه تعجبك في الشاشه في التلفاز امك محضره فواكه وتريد تفكه تقول لك نادي الوالد فانت تروح تجد الوالد نائما تعود تقول لوالدتك الوالد نائم هي ما تصدق ما تصدق تشك فيك أنت تمزح معها كذا تروح به نفسها تعاين فترى زوجها الكريم نائما فتصدق قضية صادقة بالمعاينة بالمشاهدة هذا هو المطابق يا رأت نفس الأمر بالمشاهدة بالمعاينة هذه القضية الشخصية يقول الابن لامه الوالد مستيقظ ليس نائما فهي تعاين لا تجده نائما فقوله الوالد المستيقظ كاذبا تخالفها المعاينه والمشاهده يعني خلاف الواقع هذه يعني في القضايا الشخصيه نعاينها وسهله ليست صعبه في القضايا النظريه هناك نجد الصعوبه هناك نجد الصعوبه ونجد السجال المعرفي الكبير المدوخ يدوخ كيف نكتشف المطابق هنا الزلل مره ياتي العالم ويكتشف جزء الملاك ملاك الحمل المحمول على الموضوع فيفتي بقضيه ويتصور انها مطلقه يعني كل الملاك حاضر مره لا يأتي عالم آخر ويوسع في الميلاك يوسع في الملاك نيوتن قال بقانون الجاذبية أينشتاين تبين له أنه في الذرات في الميكروسكوبيك يعني في الواقعية الذرية قانون نيوتن خاص يتخصص قانون النسبية هو الذي يحكم إذن القانون الذي أسسه نيوتن ملاكه ناقص في المجرات في الكواكب الكبيرة نعم الجاذبية يعني في المواد الكبيرة أما في دائرة الذرات القانون يتخصص هناك قانون النسبية هو الذي يحكم وهكذا وهذا هو سر تطور العلوم نعم زيد لا قائم زيد لا قائم يأكل زيد لا قائم هنا قضية معدولة الموضوع تعاير أنت الآن زيد لا قائم يعني جالس يأكل قضية صادقة زيد لا قائم يعني جالس يأكل تجده لا يأكل قضية كذبة تقول زيد أعمى يعني في كمال مفقود أنت تعين زيد تجده عنده عصا يتحرك بالعصا قضية صادقة تجده يبصر قضية كذبة هذه الأمور التي نعينها بالشهود سهلة جدا نعم ثم نأتي إلى الأمور النظرية القضية المحصلة الموجبة المحصلة نعم تقول كل حديد يتمدد بالحرارة تعاين الحديد بالتجربة وتجد طبيعة الحديد تتمدد المعاينة في هذه القطعة الحديدية في التجربة هذه مقدمة فقط هذه لوحدها لا تنفع هناك الاستقراء لا يفيد اليقين يجب أن تطعمها بهذه القاعدة أن الطبيعة حيث كانت تؤدي تعطي نفس الأثار تتولد منها نفس الأثار إذا أحرزت أن الطبيعة هي التي تتمدد لك أن تعمم تقول كل حديد يتمدد بالحرارة إذا تريد تنزع الكل كذلك طبيعة الحديد تتمدد بالحرارة فالقضية تكون صادقة قضية تكون صادقة في الموجبة فالسوالب كذلك واضحة جدا نعم تقول الشجرة ليست بمثمرة نعم تعاين الأشجار تجدها ليست بمثمرة قضية صادقة مسلوب عنها الإثمار واجب الوجود ليس بجسم أنت لا تعاين واجب الوجود بالتجربة لا يمكن حقيقة لا متناهية لا يمكن معاينتها صعب لا يمكن إحاطة المتناهي باللامتناهي يأتي الدليل العقلي يقول قياس الخلف لو كان الواجب جسما لا تحيز تحيز يؤدي إلى الفقر والفقر ينافي اللا تناهي والغنى المطلق إذا التحيز ينتفي عن الذات الإلهية الجسم ينتفي قضيه استدلاليه فتكون القضيه صادقه سالبه صادقه واجب الوجود ليس بجسم صادق يعني اذا جيت الى نظام الوجود ووجدت مرتبه الواجب الوجود هناك الجسميه لا معنى له مسلوبه مطلقا ان شاء الله في جلسه اخرى نطبق اكثر حتى ندخل في قضيه جديده وهي قضيه اللابتيه اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و ال محمد